كنحتجوا امام المستشفى ديال المولاي الحسن على ارضيات واحد الميرف مطلبي بسيط جدا، ولكن الغباء المركب ديال بعض المسؤولين كيجعل القضيه غاديه وكتتطور بحال واحد الكره ديال الثلج، وهذا غباء للاسف الشديد يكاد يكون غباء بنيوي للاسف الشديد. حنا جينا كنتحاوروا بسلوك مسؤول بالتنسيقيه ديال الحجب وبالتنسيقيه ديال توشطات على مطالب بسيطه بزاف، ولكن تفاجئنا أن المسؤولين رفضوا يجلسوا كلهم على مائدة الحوار. المندوب الجهوي ديال الصحة حضر، المندوب الإقليمي ديال الصحة حضر، وبغينا جميع المعنيين بالأمر يحضروا على مائدة الحوار. ما بغيناش حوار الترشان، بغينا حوار مسؤول باش نعرفوا بالضبط فين كاين المكمن ديال الخلل. بغينا نعرفوا فين كاين المشكلة بالضبط، لأن كاين كل واحد كيصدر لواحد المشكل. بغينا أن الجميع يجلسوا على طاولة واحدة ويدار محضر مسؤول وتعطينا المعطيات. نحن متمسكون بأن الحوار يدار، والحوار يدار وتعطى فيه كل المعطيات، يعني تعطيها لنا المندوبية الإقليمية والمندوبية الجهوية والسلطة وجميع المتدخلين يعطونا المعطيات. علاش الوضعية ديال المستشفى ديال الحسن وضعية مزرية؟ بغينا نعرفوا بالضبط شكون اللي كيتحمل المسؤولية.